السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم اليوم بفيديو جديد، طبق رائع جدا بسيط جدا. احنا طبعا بفيديوهات سابقة نزلنا لكم أكثر من طريقة لعمل الصيادية. اليوم احنا طريقتنا جدا بسيطة وسهلة وطعمها أكثر من رائع. قبل ما نتعلم طريقة عمل الصيادية على طريقتنا بكل بساطة وكل سهولة، بتمنى من الجميع انه يفعل زر الجرس ويعمل اشتراك للقناة حتى نقدر نستمر معكم ونوصل لكم كل فيديو جديد في القناة. خلينا الآن نشوف كيف بدنا نطبق الصيادية السهلة البسيطة على طريقتنا خطوة خطوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لعمل الصيادية رح نعمل سمكة كاملة بالعظم، رح نسحبها وناخذ الفيليه تبعها عشان نستفيد من العظم وناخذ منه الخلاصة او الستوك ونعمل فيه الصيادية. احنا الان رح نسحب السمكة كاملة. طبعا اي نوع سمكة متوفر عندنا في البيت بعظمه، اهم شيء سمك بالعظم مش فيليه سمك، نقدر نستفيد منه ونعمل فيه احلى صيادية. الان احنا رح ناخذ الفيليه تبع السمكة وراح نستفيد من العظم او الحسك تبعها في عمل المرق اللي راح نعمل فيه الصيادية. هيك احنا بنقدر نعمل الستوك او المرق ويطلع طعم الصيادية كثير طيب، لانه احنا اخذنا الخلاصة تبعت السمكة. افضل ما نعمل الصيادية من فيليه السمك لحاله، لانه احنا بحاجة لطعم سمك يكون يعني واضح طعم السمك في الرز حتى تعطينا صيادية طيبة وزاكية. احنا بعد ما سحبنا السمكة واخذنا الفيليه تبعها، طبعا السمكة وزنها 2 كيلو، طلع وزن الفيليه كيلو والعظم والحسك كيلو. الان الحسك راح نقطعه وعظم السمكة راح نقطعه على اساس انه نستفيد منه ونعمل اللي هو مرق الصيادية. طريقة جدا بسيطة وسهلة. الان احنا قطعنا عظمة السمكة واخذنا وسحبنا الفيليهات تحت السمكة واصبحت جاهزة الان للطبخ. الان هون عندنا احنا الفيليه، بنقطع الفيليه. طبعا فيليه السمك اي تقطيعة بتحبوها باي حجم ممكن تضيفوه للصيادية. طبعا ما راح نقلي السمك، راح يكون كله مطبوخ مع الرز، صحي جدا بدون قلي. هون احنا نتخلص من الجلد تاع السمكة او الجلد الفيليه. وبنقطع مثل ما حكينا السمكة أي تقطيعة بنحبها، لأنه راح ينطبخ لحم السمكة أو فيليه السمكة مع الرز. طبعا هون احنا بنسخن الطنجرة على النار، بنضيف لها زيت الزيتون، وبعد ما يسخن الزيت بنضيف له اللي هو عظمات السمكة اللي حكينا عنهم، وبنقلب العظمات طبعا مع إضافة بصل وثوم. طبعا بصل بقشره وثوم بقشره مش مشكلة، لانه احنا راح نحرق هذه المكونات كلها بحيث نحصل على الستوك او خلاصة. وبنضيف ايضا اوراق الكزبرة الطازجة واوراق الغار. الان بنقلب هذه المكونات كلها على النار بحيث انه يصير لونها بني، لانه احنا بدنا الخلاصة او ستوك الصيادية يكون لونه بني. نظل نحرق فيها على النار العظم مع الأعشاب العطرية اللي حكينا عنها، البصل والثوم والكزبرة. نلاحظ انه هين احنا حرقناهم واصبحوا لونهم بني. الان راح نضيف لهم المي السخنة ونتركهم على النار يغلوا، بحيث انه احنا ناخذ خلاصة المية او خلاصة السمك ونفلفل فيها رز الصيادية. طريقة جدا بسيطة وسهلة وطعمها اكثر من رائع، بنصح الجميع يطبق هاي الطريقة. هون الآن احنا راح نطبق اللي هو رز الصيادية. بنضيف زيت الزيتون البلدي وبنقلي البصلات، بنقليهم بحيث انه يصير لونهم ذهبيات او يقلبوا للبني. كل ما كان لون البصل بني كل ما كان اعطى طعم طيب للصيادية. الآن هون المرق السمك جاهز. بنضيف ستوك السمك اللي جهزنا على البصل اللي قليناه، و
وبنضيف قطع السمك اللي حكينا عنهم مباشرة للمرق. الآن بنترك القطع تغلي تقريبا دقيقتين قبل ما نضيف الرز، لأنه أصلا راح يستوي على السريع السمك. وبنضيف هنا اللي هو أوراق الكزبرة الخضراء، فرمناهم ناعم، بنضيفهم. وبنرش الآن البهارات اللي هي الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة البودرة. بس هاي البهارات، ما بنكثر البهارات. الآن بعد ما بلش المرق بالغليان مع فيليه السمك، بندير الرز البسمتي المغسول. طبعا المقدار اللي حكينا كيلو رز بسمتي وكيلو فيليه سمك، طبقناهم مع بعض. الآن بعد ما أضفنا الرز البسمتي بنتركهم يغلوا على النار، وبنهبط عليهم النار على سن خفيف، وبنتركهم حتى تنضج جميع المكونات. جدا طريقة سهلة وطعمها أكثر من رائع، والسمك مش مقلي طبعا، قلي مطبوخ في المرق. هنا البصل قليناه احنا وخليناه يقرمش، وأضفنا له أوراق الكزبرة الخضراء، بنقلبه مع بعض، وراح نزين فيه رز الصيادية. ممكن نضيف أي نوع مكسرات عنا إذا حبينا. الآن بنسكب رز الصيادية مع فيليه السمك اللي طبخناه. بنصح الجميع يجرب هذه الطريقة، جدا سهلة وبسيطة وطعمها أكثر من رائع. والآن راح نزين طبق الصيادية بالبصل المقلي مع الكزبرة. ممكن نأكل جنبها البقدونسية أو السلطة العربية بالطحينية حسب رغبتنا إحنا، أو السلطة العربية الناعمة. وهيك بكون طبقنا طريق صيادية سمك بخطوات جدا سهلة وبسيطة وطعم أكثر من رائع، أصبحت جاهزة. ولا تنسوا عمل اشتراك في القناة وتفعلوا لنا زر الجرس حتى نقدر نوصل لكم كل فيديو جديد في القناة. وإلى اللقاء معي أنا الشيف عماد أبو صيام في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.